السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات مساق قانون أصول المحاكمات المدنية، وصلنا الآن إلى موضوع رئيسي وهام جدا يتعلق بأعمال المحاكم وأعمال الخصومة وطرفي الدعوى وأعمال القضاء، وهي نظرية الأحكام القضائية والطعن فيها. طبعا هنشوف، يعني احنا في الفصل الأول طبعا نظرية الأحكام القضائية. طبعا اخواننا انتوا عارفين، يعني الان كان فيها ان تكلمنا خصومة وصار فيها دعوة، والان بعد الخصومة والدعوة وكل واحد او كل طرف يقدم بياناته، اكيد حيصدر طبعا حكم يعني يحمي هذه، طبعا يحمي هذا الحق ويولي بالرعاية ويقفل الخصومة خلاص. يعني الان الحكم هو نهاية الخصومة، نهاية الدعوة، نهاية المرافعة، تكون الدعوة اللي هي ايش صالحة للحكم فيها، وبالتالي طبعا ايش بتم الحكم فيها بعد ادلاء الخصوم كلهم، كل مخدين كل فرصهم وكل دفاعاتهم وكل البينات اللي عندهم قدموها للمحكمة. طبعا اخر جلسة لما تقفل المحكمة من باب المرافعة يا اخواننا، طبعا بتقول للمحكمة للخصوم الطرفين، والله يعني لمن يرغب بتقديم مذكرات ختامية. المحكمة طبعا الطرفين الخصومة مذكرات بيكتبوا شيء ملخص، يعني صفحتين عن ما مروا به في الدعوة وأسانيدهم القانونية. هنا بكون باب المرافعة يا إخواننا مقفل. فيعني قبل هيك يجوز للخصم تعديل طلباته، لكن بعد هيك لا يجوز للخصم تعديل أي طلبات. ممكن أحد الخصوم يا إخوانا بعد ما تقفل باب المرافعة وتأجل الحكم يطلب له فتح باب المرافعة، أو المحكمة نفسها تفتح باب المرافعة لمسألة طبعا جدية ضرورية بدها تشوف الحقيقة فيها، أو تغيير هيئة المحكمة على أساس إنه كل طرف طبعا يا إخوانا لازم يكون إيش مبلغ بهذا الشيء. طبعا الهيئة أو المحكمة بتتداول هو الملف وبتصدر الحكم، والمحكمة طبعا ما فيش إمكانية تمتنع عن إصدار أي حكم إلا إيش يعني بسبب معين. طبعا في أسباب، إذا كان في غموض في النص، عدم وجود نص، لأي سبب من هذا القبيل بتحكمش، لكن هي تكون مهيئة وجاهزة ومستعدة لإصدار حكم وتطبيق القواعد القانونية التي ينص عليها القانون. هنشوف في المبحث الأول إخواننا إحنا ماهية الحكم القضائي، إيش هو الحكم القضائي. طبعا حنخش بآراء، اللي هو رأي بيقول لك القرار الصادر من المحكمة مشكلة تشكيلا صحيحا. كل الآراء هذه إحنا إخواننا زي ما إحنا متفقين والمنهج اللي إحنا ماشيين عليه، طبعا على أساس إنه يعني في عنا إيش اللي هو بيكون دائما بيكون عنا في حكم، يعني أو في إيش أو في رأي راجح في هذا الموضوع، اللي هو عمل يصدر من المحكمة في شكل قرار يحسم موضوع الدعوة أو شق منه أو مسألة متفرعة عنه، سواء صدر أثناء الدعوة أو في نهايتها. هذا إخواننا اللي إحنا بنعتمده، اللي هو رأي الكاتب زي ما إحنا شايفين، للي معاه الكتب، للي معاه اللي هو بيستند على محاضراتي اللي أنا بركز عليها، أنا هو الذي يعتمد. باقي الآراء الفقهية إحنا مش عاوزينها، عاوزين نتعلم وإجراءات معينة نكون ايش ماشيين فيها. طبعا البعض اخواننا بحل الحكم الى عنصرين، واحد موضوعي وهو القرار في منازعة بين الخصوم شكلي، والامر ظروف اوضاع شكلية وضمانات معينة. يقبل لقيت بدنا نتفق على خصائص الحكم، يعني اسألكم انا في سؤال مقال صغير في خصائص الحكم بدك تبدأ تجاوب العادي انه طبعا مجموعة من المبررات الدالة على امر محدد. طبعا الحكم يا اخواننا اللي هو منطوق الحكم، خلي بالكم اللي هو السطر بيكون سطرين ثلاثة أربعة مش مشكلة غالبا، لكن بيكون يعني مختصر، هذا هو بيكون عبارات دالة على أمر محدد بصدر طبعا من قاضي أو هيئة قضائية، يا قاضي يا ثلاثة يا إما خمسة. خصومة طبعا أمام القضاء مش في عرف عادي قاعدين ولا في الشق إحنا، أو في جزء منها ومسألة متفرع منها. عمل قانوني شكلي طبعا بيكون عمل قانوني محض، لازم يكون مكتوب متضمن بيانات الخصوم، في له زمن محدد عشان ايش، وله مكان محدد عشان الاستئناف.
يحمي العنوان الحقيقة أكيد، لأنه بحدد كل مراكز الخصوم. إذا إلك الدعوة يا مدعي بحكم لك، إلك يا مدعي عليه بيرد الدعوة عنك، يوضح كل الأسانيد وكل الأمور هذه فيها. طيب، أنواع الحكم القضائي تختلف طبعا إخواننا الأحكام حسب اللي هو إيش الجهة التي ننظر منها إليها. أنواع الحكم القضائي، أولا من حيث حضور الخصوم وغيابهم، تنقسم إخواننا، يعني يمكن إحنا مرينا فيه أو تكلمنا في هذا الموضوع في الفصل الأول أو في جزء في الفصل الثاني. المهم، تنقسم الأحكام إلى أحكام حضورية وأحكام معتبرة إنها حضوري، يعني زي الحضور. حنشوف الحكم الحضوري يا إخواننا، بيكون حضور الأطراف ووكلائهم قاعدين أمام القاضي وبيسمعوا الحكم، سواء الخصوم لوحدهم أو محاميهم موجودين معهم، كل الأمر سيان طالما حضروا هم اثنين أو محاميهم عنهم أو هم اثنين مع بعض، يكون هذا الحكم يا إخواننا حضوري. وإذا ما جاش المدعي في هذه الجلسة طبعا تشطب دعواه ويضطر يقدم اللي هو إيش، طلب تجديد دعوة، وبعدين بيرجع للنقطة اللي وصل إليها اللي هو إصدار الحكم. الحكم اثنين، الحكم الحضوري الاعتباري هو الحكم يا إخوان المصدر في مواجهة شخص اتبلغ ولكن ما جاش، بلغ تبليغ صحيح، يا إما هو بالذات، يا إما زي ما قلنا إحنا حدا من أهله بيسكن معاه في نفس المنزل وما حضرش ولا جلسة من جلسات المحاكم أو حضر منها وتغيب عن الآخر. يبقى يا إخواننا العبرة في اعتبار حكم حضوري أو معتمد حضور حسب الواقع وليس للوصف المذكور في الحكم. طيب، يعني على اعتبار أنه موجود، طالما تبلغ وما جاش هو حاضر، طالما تبلغ وأجا حيا الله يعتبر حاضر برضه. يبقى التفرقة بين الحكم الحضوري والحكم المعتبر حضوري هي إيش يا إخواننا؟ تأثر فينا في موضوع الطعن. هل قلت الحكم الحضوري يا إخواننا بيبدأ مثلا الاستئناف تبعه من تاني يوم الحكم، بيبدأ 30 يوم إذا ما نصش القانون على خلاف ذلك. أما الحكم المعتبر حضوري فيبدأ الميعاد من تاريخ تبليغ الحكم إله للي ما جاش، اللي تبلغ بتبليغ الحضور وما جاش ولا حضر ولا جلسة ولا حضر أي حكم ولا حضر أي حاجة، وقتيش بتبلغ في الحكم هذا بيبدأ نعد عليه 30 يوم استئناف. هذا طبعا إذا كان تخلف عن جميع الجلسات وقدمش لائحة جوابية أو متقررة، يعني ما جاش خالص، ديروا بالكم. لكن لو أجا وقدم لائحة جوابية وحضر جلسة من الجلسات يعتبر 30 يوم من عدهن عليه من ثاني يوم الحكم. من حيث فصله في الموضوع الأخوان الأحكام، في أحكام فاصلة في الموضوع، في أحكام فاصلة يعني قبل صادر قبل الفصل الموضوع. الحكم الفاصل في الموضوع يا إخواننا هو بنهي النزاع، المحكمة لو تحكم فيه بنهي النزاع في موضوع أو جزء منه أو دفع موضوعي بلغي النزاع خالص، دفع الموضوعي بلغي النزاع، أو في مسألة أولية متفرعة عنه. أما الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع هو الحكم يا إخواننا بتتيش فيه الخصوم كلها ولا جزء منها، ويكون يعني غير حاسم في موضوع الدعوة، ولكن بيكون قرار تمهيدي تحضيري وقتي، زي قرار حجز على أرض، قرار إقفال محلات، قرار إثبات حالي. هذا يعني حكم صادر قبل الفصل في الموضوع. قرار التمهيدي يا إخواننا هو مسألة يعني أثناء سير الدعوة مستشف منه رأي المحكمة في الموضوع، زي مثلا المحكمة بتعين خبير لتقدير نسبة العجز. مثلا أنت اليوم عندك حدث طرق كمحامي ورفعت دعوة، أنت قدمت تقرير عجز، شركة التأمين شاطرة برضو راحت عملت تقرير عجز برضو من عند طبيبها، صار قدام القاضي تقريرين، فالمحكمة في هذه الحالة بتقرر أنها تحول المصاب والتقارير هذه على خبير من قبلها أو يتفق عليها الخصوم، يتفق عليه الخصوم وبحدد نسبة العجز. هذا القرار يا إخواننا اسمه قرار تمهيدي. القرار التحضيري يا إخواننا هو القرار يعني المصدر في مسألة ولا يستشف منه رأي في أي موضوع في الدعوة، أمر معاينة المكان أو تأجيل الجلسة لجلسة أخرى، قرار قاضي المحكمة تأجيل لجلسة أخرى لسماع باقي البينة، عادي اسمه قرار تحضيري. قرار الوقت يا إخواننا هو المصدر في مسألة وقتية مستعجلة لا تمس أصل الحق، مثلها مثل برضو إثبات الحالة والمنع. طيب، الأحكام قد تكون يا إخواننا منهية للخصومة وقد تكون غير منهية لها.
ليش؟ لتناول مسائل متفرعة عن الخصومة سواء شكلية أو موضوعية لا تنتهي بها الخصومة. يبقى إخواننا معيار اعتبار الحكم غير منهي للخصومة بكونه صدر في جزء من الخصومة أو في مسألة فرعية منها، مش في كل الخصومة. مسألة هيك بالبلدي يعني سهلة، يعني صدر الحكم مش في كل الخصومة ومش منهي للخصومة، هاد بكون إخواننا إيش؟ بكون يعني الخصومة باقية وقائمة. هذا كله بتعرف عليه إخواننا بمنطوق الحكم والحيثيات اللي بيكتبها القاضي لهذا المنطوق. طيب أهمية هذا التقسيم في عدة جوانب، إنه الأحكام الفاصلة إخواننا في الموضوع تقبل الطعن، أما القرارات الغير فاصلة في الموضوع فيش إمكانية تستأنف ولا طعن فيها إلا مع الحكم النهائي. يقبل فاصل في الموضوع تستأنف على طول وتعمل نقدك، الغير فاصلة في الموضوع أنت تستأنفها تعمل نقدك فيها مع الحكم النهائي في الموضوع. طب طبعا الأحكام النهائية أو الفاصلة طبعا لا يجوز الرجوع عنها أو تعديلها. ما ينفعش القاضي بعد ما يصدر حكم يا إخواني يقول لك تعال عدل في الحكم إلا إيش؟ عبر الاستئناف أو الطعن بالنقد. أما الغير فاصل يا إخواننا يجوز للمحكمة في أي وقت شاءت أن تعدل عن أي قرار تمهيدي قد أصدرته، مسألة عادية وسهلة جدا. ثالثا من حيث حسم النزاع، طبعا تنقسم الأحكام قطعية وغير قطعية. الحكم القطعي يا إخواننا هو الحكم الذي يحسم الخصومة بكاملها، خلص عليها خالص ما ضلش فيها أي شيء، انتهت هذه الخصومة في مسألة إجرائية موضوعية أو أولية متفرعة عنها، والمحكمة في هذه الحالة كمان خلص خلصت ولايتها عنه، ما بجوزش انها تعدل، بجوز انها ترجع عنه، بجوز انها تلغيه. قلت لازم نطلع على محكمة اعلى منها. والاحكام اخوانا القطعية تشمل الاحكام الابتدائية والنهائية والباتة. طب الغير قطعي اخواننا هو طبعا غير حاسم في المسألة التي فصل فيها، بجوز له يعدلها، بجوز له يعدل عنها، لانه لسه ضايل الملف قدام المحكمة، يعني ما طلعش من ايد المحكمة على محكمة اعلى منها للاستئناف. طيب اهمية التقسيم من حيث الحكم، يعني اهمية هذا التقسيم ان الحكم القطعي يا اخواننا لا يجوز للمحكمة الذي اصدرت العدول عنه، خلاص طلع من ايدها ولا بيقدر القاضي يعدل حاجة فيه، بدك تعدل على المحكمة الاعلى منها سواء استئناف او نقد. الحكم القطعي يا اخواننا لا يزول الا بزوال الخصومة، يعني ممكن يستفاد منه في غيرها، بينما الحكم غير القطعي بزوال الخصومة على طول. علاوة على ذلك الحكم القطعي يا إخواننا الموضوعي يحوز الحجية، حجية الأمر المقضي به وحجية الشيء المحكوم فيه، وبالتالي يمنع من معاودة طرح ما فصل فيه ثانيا بين نفس الخصوم. والله اليوم قضية حكمت بنفس الأطراف ونفس الموضوع ونفس الخصوم، يرجعوا يطرحوا ثاني ممنوع، هذا الحكم القطعي لأنه صار في سابق فصل، في سابق هنا. لكن الأحكام الموضوعية إخواننا القطعية طبعا تتقادم بمضي 15 سنة من تاريخ صدورها، أما غير القطعية فتزول بزوال الخصومة التي صدرت فيها، لأنه ماشي لسه هي في الخصومة ولم تنتهي أبدا. رابعا إخواننا من حيث الأداء الوارد فيه وقابليته للتنفيذ، تنقسم إلى أحكام منشأة وتقريرية وإلزام. إيش هو الحكم المنشئ يا إخواننا؟ هو الحكم الذي طبعا بيجيب مركز قانوني أو حق ما كانش موجود قبل هذا الحكم، أنشأ، وضع، أسس، أكد على مركز قانوني أو حق لم يكن قبل وجود هذا الحكم، أو أزال هذا الحق أو المركز كان موجود قبل إيش؟ صدور الحكم. يعني يا أخواننا الحكم هو اللي بيتضمن إنشاء أو تعديل أو إنهاء مركز قانوني، يا بشيله يا بعدله يا بنشئ حاجة جديدة خالص، هذا هو الحكم المنشئ. زي الحكم بشهر إفلاس، خلص هذا انطبق عليه كتاجر شهر الإفلاس بيرجعش لا يتاجر ولا بيرجع يظهر عليه الأموال ولا غيره. الحكم ببطلان عقد، انتهى الموضوع، كل ما تعلق بهذا العقد صار باطل، حل شركة، انتهت هذه الشركة. الحكم التقريري يا إخواننا هو الحكم الذي يؤكد حقا أو مركزا قانونيا قائما أو يقرر عدم وجوده لأنه أصلا هو مش موجود،
لكن الشرط الأساسي بغيرش في هذا المركز أو هذا الحق إخواننا. التقرير هذا إخواننا بكون إيجابي، ممكن بيجي بأكد هذا الحق أو المركز القانوني كالحكم بثبوت الملكية. في ملكية بينهم، في معهم عقد ومتصرفين، لكن أجل حكم التقرير هذا أثبت هذه الملكية. يعني هو إيش؟ أجى يأكد حاجة موجودة وتحت إيدين الطرف المدعي في هذا الكلام، وقرروا بموجب حكم قضائي، حكم صحة عقد. أنت مثلا أنت وجهرك عملتوا عقد، شريته مثلا، أنت شريت منه المترين اللي بينكم وخلص وتصرفت فيه تمام تمام، لكن خفت أنت يصير بعدك إشكاليات، رحت أنت وياه على المحكمة ورفعت دعوة إثبات صحة عقد، وقررت لك المحكمة صحة العقد. هو أصلا أنتوا اثنين تتصرفوا في المساحة هذه عادي ومتفقين عليها ومخلصين، لكن أجا هذا الحكم التقريري أكد على عقدك هذا. هذا من ناحية إيجابية. الناحية السلبية إخواننا، ينفي وجود هذا الحق أو المركز القانوني، هو بكونش أصلا يعني بكونش موجود الحق، ولكن قرر إيش؟ عدم وجوده بحكم قضائي، زي الحكم ببراءة الذمة. واحد رفع علي قضية ب500 دولار، هو أساسا ملوش عندي، هو في الأساس ملوش عندي، لكن لما الحكم ببراءة ذمتي أثبت هذا الحكم التقريري أنه هذا الرجل ملوش عندي. الحكم بانفساخ العقد، طبعا انفساخ يعني العقد هذا منتهي وما فيش، ما طبقهوش وما نفذهوش أساسا، هو منتهي خلص مش مدوري العقد، لكن أجوا عملوا قضية وأخذوا حكم بانفساخ العقد، فقرر هذا الحكم قانونا أنه يعني هذا العقد منفسخ. هذه الأحكام كلها يا إخواننا تقرر ما هو كائن الحق أو مركز، سواء إثباتا أو نفيا، دون أحداث جديد أو إلزام بشيء معين. حكم الإلزام يا إخواننا هذا مهم جدا جدا جدا. حكم الإلزام طبعا بيقضي بإلزام محكوم عليه بأداء معين، سواء أنك تقوم بعمل معين أو تمتنع أو تعطي شيء، تعطي له 500 دينار تقوم بالعمل اللي أنت ما قمتش فيه أو تأخرت عنه أو تمتنع عن هذا العمل. كالحكم إخواننا برفع يد عن عقار، أنت داخل أرض واحد مش أرضك وقاعد بدون سند، فالمحكمة هذا بالإلزام بترفع إيدك على الأرض. الحكم بإخلاء المأجور، ما دفعتش الأجار أو غيرت استعمال المأجور أو خربت فيه، الحكم تخليك. الحكم بدفع مبلغ كتعويض، أنت سببت حادث طرق أو سببت ضرر لشخص آخر ملزم بالتعويض. طب أهمية هذا التقسيم حيث قابلية الحكم للتنفيذ الجبري. الأحكام المنشأة يا إخواننا، المنشأة والمقررة تعطي الحماية المبتغاة بمجرد صدورها، لكن بتصلحش للتنفيذ العين. إثبات صحة عقد كيف بدك تنفذه؟ أخذت حكم كحكم تقريري بإثبات صحة العقد، إيش راح يتنفذ التنزيل في التنزيل؟ لكن أحكام الإلزام يا إخواننا، رفع يد، إخلاء مأجور، تعويض، دفع تعويض كذا، نزع يد، وضع يد بالاشتراك، زي كل هذه تقبل التنفيذ الجبري. من حيث قابليتها للطعن يا اخواننا تنقسم الى ابتدائيه ونهائيه وباته. الحكم الابتدائي طبعا يصدر عن محاكم اول درجه صلح او البدايه بصفتها محكمه اول درجه، تستنفذ طبعا ولايتها، انه طالما راحت على الاستئناف تستنفذ ولايتها ما لم ينصل على القانون على ذلك. حكم النهائي يا إخواننا هو الحكم الصادر عن محاكم الدرجة الثانية، محكمة البداية بصفتها الاستئنافية أو محكمة الاستئناف طبعا، أو من محاكم الصلح في حدود نصابها الانتهائي، يعني أقل من 1000 دينار، أو صدر بحكم في الصلح وما استأنفش خلال 30 يوم الممنوحة له إذا كان حضوري، أو 30 يوم من تاريخ التبليغ له. وطبعا يا إخواننا هذه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. الحكم البات هو الحكم الذي استنفذ كل طرق الطعن، طلع استئناف وطلع نقد وخلص كل الدنيا، أو فوت معاد الطعن. طيب أهمية هذا التقسيم يا إخواننا من حيث مدى قابلية الحكم للطعن فيه وتحديد طرق الطعن. الحكم الابتدائي يا إخواننا يقبل الطعن بالطرق العادية، عارفين الطرق العادية وغير العادية، الطرق العادية وغير العادية ما لم يوصل على خلاف ذلك. أما الحكم النهائي يا إخواننا فيقبل الطعن بطرق الطعن غير العادية. طيب البات لا يقبل الطعن بكافة الطرق. كذلك فإن الأحكام الابتدائية لا تقبل التنفيذ ما لم تكن مشمولة بالتنفيذ المعجل، لازم تجيب لي من المحكمة الأعلى منها
ما عدم حدوث استئناف، وتحط لك ايش الصيغة التنفيذية، بكرة بتشوفوها ان شاء الله هذه في المحكمة. وعكس ذلك النهائية والباتة، طبعا في الحكم الابتدائي يوقف التنفيذ بقوة القانون، ما ممنوع يكون بس حكم ابتدائي يا اخواننا من درجة اولى صادر تروح تنفذ، الا اذا طبعا راح معد استئناف وما اعترض لك انه في استئناف. اما اذا كان في استئناف ممنوع بعد حكم اول درجة ممنوع الا بعد انتهاء الاستئناف له درجة ثانية. النهاية والبات يا اخواننا لا يقف التنفيذ الا بناء على طلب وبقرار من المحكمة المطعون لديها. يعني انت بدك توقف تنفيذ وفي طعن، محكمة الطعن بتعطيك قرار وقف التنفيذ، مش محكمة اول درجة تروح عليها، لا، محكمة الطعن او محكمة الاستئناف انت اللي بتروح ايش بتاخذ منها قرار وقف تنفيذ. احنا ان شاء الله يعني خلصنا الان هاي المحاضرة. بنذكركم، احنا نسيت اقول انا في المحاضرة هذه انه الانعدام اللي في الفصل السابق، طبعا كله عشان الانعدام كله فقه، فيش في نص قانوني انا مقررتوش عليكم، اللي هن اخر 19 صفحة من المبحث من الفصل السابق، فاحنا طول احنا هذيك مش هندخله في الامتحان. الان دخلنا احنا في نظرية الاحكام القضائية، شرحنا هذا المبحث كله. ان شاء الله المحاضرة الجاية حيكون عندي المبحث الثاني اللي هو كيفية اصدار احكام الاحكام القضائية. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.